راديو الأهرام يقدم اقلب الصفحة. اقلب الصفحة مع محمد شمروخ. اهلا بيكم في حلقة جديدة من اقلب الصفحة، وما زلنا مع كتاب الامبراطورية المصرية في عهد اسماعيل. هذا الكتاب الرائع الذي يكشف الكثير عن هذه الفترة التاريخية، احدى المراحل التاريخية المؤسسة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. هنقول انه الخديوي اسماعيل اتظلم كتير جدا، حتى سوء الإدارة المالية والقروض والأشياء وهذا الكلام القبيل اللي ما بنجادلش كتير فيه، لكن بنقول النتيجة إيه؟ هقول لك من صلب هذا الكتاب معلومات بتقول لك إيه. أمر الخديوي إسماعيل بحفر 112 ترعة ستظل أعظم ما أنجزه عهده، على الرغم من أن هذا الإنجاز لم يذكره المستر كيف ده اللي كتبوا تقارير عن الدولة المصرية في عهد إسماعيل. وحسب ذكر المستر فولير فإن حفر هذه الترع يمثل 165% بالنسبة لما تم حفره في قناة السويس، وبلغت تكلفتها 28 مليون جنيه استرليني وليس 12 مليونا كما قيل. وبفضل هذه الترع الجديدة كسبت مصر 1,373,000 أكر إضافية تنتج محاصيلها قيمة أكر في وحدة مساحة إضافية تنتج محاصيل قيمتها 11 مليون جنيه سنويا. وتعتبر ترعة الإبراهيمية واحدة من أكبر الترع في العالم، وقام بهجت باشا وإسماعيل باشا محمد بحفرها على عهد الخديوي إسماعيل. هي تم بعد كده أن هي مراحل، بس هي أول مراحلها كانت في عهد الخديوي إسماعيل، وإحنا بنشوفها لحد دلوقتي. هذه الترعة مشروع عملاق، ترعة إبراهيمية ضمن 112 ترعة تم حفرهم في عهد الخديوي إسماعيل، اللي احنا بنتهمه ان هو مسرف وان هو اهلك ارهق ميزانية البلاد وان هو ده على الامر الداخلي. لكن موضوع الكتاب الاساسي هو الامبراطورية المصرية اللي امتدت الى قلب افريقيا والى عمق افريقيا. هناك وجه إسماعيل صعاب اكبر بكثير جدا من الصعاب التي واجهها في الداخل. كانت القوة العالمية المؤثرة في انجلترا وفرنسا بتحارب اسماعيل في توسعات في افريقيا، برغم اظهارها صداقته واظهارها التعاون معاه، لدرجة انه كان اسماعيل والجيش المصري عموما بيعتمد على قيادات انجليزية او اجنبية، وكان حكام المناطق دي كانوا بيكونوا اجانب بيتم الاستعانة بخبراتهم زي جوردون وصامويل بيكر وكتير. كان ولائهم الاساسي مش للبلاد اللي معيناهم، يعني كنوع من الاعاره كده، زي الاعاره لما المصري بيروح يشتغل في بلد تانية، دول كانوا بيجوا يشتغلوا هنا في مصر تحت سلطة الاداره المصريه، لكن للاسف الشديد انتمائهم وولائهم زي ما بيثبت لنا الدكتور السربوني في كتابه كان ولائهم الاساسي لبلادهم. خطوب كثيرة جدا ومرارة شديدة جدا، وانت تقلب هذه الصفحات تشعر بها فيما واجهه الخديوي إسماعيل ومشروع مصر الامبراطوري اللي تحقق في افريقيا، واحنا زي ما قلت قبل كده من ساحل المتوسط الى ساحل الهندي، وهذا لم يتحقق في تاريخ مصر لا قديما ولا حديثا الا في عهد اسماعيل الخديوي، اللي احنا ناس كتير جدا بيعتبروه واحد من الحكام السيئين في التاريخ. ولكن هذا الكتاب الذي وجه انتقادات شديدة جدا الى اسماعيل، هذا الكتاب من خلاله بيتبين انه اسماعيل واحد من اعظم من حكموا هذا البلد واكثر من اخلصوا له. واسماعيل واجه مؤامرات ومخططات خطيرة جدا حتى من اقرب اصدقائه. بيحكي لنا هنا الكتاب عن فرنسا وما فعلته فرنسا مع اسماعيل اللي هو كان بيعتبر اخلص اصدقائهم، لكن فرنسا وانجلترا كانت ضد توسعات خديوي اسماعيل في افريقيا. للاسف كانت الهزيمه في غير صح في مواجهه عسكريه مع الحبشه في سنتي 1875 و1876، بيتناولها الجزء الثاني من كتاب الامبراطوريه المصريه في عهد اسماعيل. واضح جدا
ماذا فعل التآمر الإنجليزي من جانب والفرنسي من جانب لهزيمة الجيش المصري؟ ما كانتش قياداته مصرية، قياداته كانت قيادات أجنبية، وكان راتب باشا اللي هو كان قائد الجيش كان مكروه جدا، ودي تحدث عنها الزعيم الراحل أحمد عرابي في مذكراته، وتحدث عنها أكثر من مصدر تاريخي بيفصلها لنا الدكتور السربوني في كتابه. كان ممكن جدا تحدث أشياء أخرى لولا التدخلات والتخابر اللي كان بعد الموظفين الأجانب اللي هم كانوا بيعملوا لحساب الإدارة المصرية في أفريقيا اللي هي كانت الأراضي الخاضعة لمصر، كيف تآمروا مع ملك الحبشة يوحنا الثاني، وكذلك واحد اسمه مينيليك كان متمرد على يوحنا الثاني ولكنه برضو حارب القوات المصرية. في النهاية كانت المواجهة العسكرية مع الحبشة نتيجة ظروف كتير جدا، هي كانت حملات ما كانتش حرب بمعنى الحرب، بس يعني كانت الهزيمة مريرة والخسائر فادحة. في الحملة الثانية تقريبا فقدنا 12,000 جندي مصري في أحراش الحبشة، ومنطقة واعرة جدا، وكان التدخل الإنجليزي لأسباب كثيرة جدا، وكانت في صراع ما على هذه البلاد، فرنسا الكاثوليكية مع انجلترا الانجيلية محاولة لتقليص الوجود المصري هناك، لانه ارتباط مصر بالحبشة كان ارتباط تاريخي، وارتباط الكنيسة المصرية القبطية العظيمة بالحبشة كان ارتباط تاريخي، لكن للأسف الارساليات التبشيرية الفرنسية والانجليزية كانت بتعمل، والإيطالية برضو لغير صالح الكنيسة. طبعا هم كان على حساب الكنيسة المصرية وعلى حساب اتباع الجانب المسيحي في الحبشة الكنيسة المصرية، فكان الإرسالات التبشيرية لعبت دور كبير جدا في تقليص الدور المصري في الحبشة، وده كان احدى من الصفحات السوداء في تاريخ الاستعمار، ان هو عرف يفرق بين مصر وبين الحبشة ويفتن بينهم وتحدث بينهما حرب. ويمكن بداية المبكرة لمشروع سد النهضة يعني كانت في هذه الفترة، خاصة انه كان مينيليك ده اللي كان حكم جزء يعني تمرد على يوحنا من الحبشة في 1869-1878، ده كان عنده مشروع لتجفيف منابع النيل، كان مشروع مجنون ولم يتم طبعا. ولكن في النهاية مصر كان وجودها في أفريقيا كان وجود قوي، لأنه هزيمة المصريين في حملات الحبشة ما أوقفتش التمدد المصري في العمق الأفريقي، ظلت مصر موجودة بصورة أو بأخرى، وظلت المؤامرات تحاك ضد الوجود المصري طوال عهد إسماعيل. رغم كل الأزمات اللي كانت بتواجه إسماعيل، فلم تجد القوى الدولية المتمثلة في فرنسا وإنجلترا إلا عزل إسماعيل في 1879، وكان في طريقه يمكن حسب رواية تاريخية أخرى بإنهاء مشكلة الديون، وبدأ يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية اللي هو كانت تمت تحت كل هذه الظروف. اقلب الصفحة. اقلب الصفحة مع محمد شمروخ.